هل عملية اقتحام رفح اقتربت بالفعل؟ يعني سيدي الكريم، هل تجرؤ إسرائيل اليوم على تحمل تبعات هذا الهجوم؟ بالفعل ان اسرائيل تحاول مسابقه الزمن لشن عمليه عسكريه في اخر معاقل قطاع غزه في رفح، التي تعتبر الملاذ الاخير للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزه، وتأوي حاليا هي اكثر من نصف سكان قطاع. تشير التقديرات الى ان عددهم يتجاوز 1,400,000 فلسطيني. تأتي هذه التهديدات بشن او باجتياح رفح في ظل تعثر صفقة تبادل الأسرى التي تم الإعداد لها في باريس نهاية الشهر الماضي. هو نوع من أوراق الضغط التي يستخدمها نتنياهو لتخفيف حماس من شروطها، التي يعني وضعت إسرائيل وتل أبيب في موقف محرج. كانت مطالب حماس هي بالفعل تعبر عن رؤية المنتصر في هذه الحرب. طلبت حماس يعني انسحاب كامل، أولا من المدن السكنية، انسحاب الجيش من المدن السكنية، وفي المرحلة الثانية يكون انسحابا كامل من كامل قطاع غزة، بالإضافة إلى ترتيبات اليوم التالي للحرب. إسرائيل بالفعل تهدد باجتياح رفح، ولكن لم تحدد موعدا دقيقا. حسب التقارير والبيانات الرسمية الإسرائيلية بأن الاجتياح سيكون بعد أسبوعين، ويبدو أن كل هذه التحذيرات من حدوث كارثة إنسانية غير مسبوقة في رفح، التي يعني تعج بالنازحين، لم تجد يعني بعدا ردعيا لدى الجيش الإسرائيلي وتل أبيب، بالإضافة إلى أن هناك أبعاد سياسية داخلية لنتنياهو الذي يحاول إطالة أمد هذه الحرب، لأنه يعلم متى ما توقفت الحرب سيكون نهاية مستقبله السياسي. هو يحاول أيضا قدر الإمكان. طيب سيد خالد، يعني بغض النظر عن بداية أو نهاية نتنياهو، اليوم نتكلم عن 1,400,000 نازح فلسطيني. يعني مصر أرسلت 40 دبابة وناقلت جند مدرعة لحماية حدودها الشمالية شرق غزة خلال الأسبوعين الماضيين. طيب في حال بدأت الحرب والعملية على القطاع، ما هي بدائل هؤلاء النازحين اليوم؟ بالفعل أن الخطة الإسرائيلية لاجتياح رفح تتضمن جزئين. الأول هو إخلاء وإجلاء سكان، ولكن لا نعرف إلى أين تريد إسرائيل إخلاء سكان رفح والنازحين في رفح، لا سيما في ظل دمار معظم قطاع غزة وانتفاء جميع مقومات الحياة، بالإضافة إلى أن الحدود المصرية مع قطاع هي مغلقة. ولكن هذا يعكس أيضا رؤية التخبط العسكري الإسرائيلي. يعني كيف تريد إسرائيل القضاء على قادة حماس أو سحق حماس واستعادة مختطفيها في ظل هذه الكثافة السكانية؟ كل هذا يعتبر نوع من التخبط ورغبة من قبل نتنياهو بالاستمرار بهذه الحرب. وأنا أرجح بأن هذا هو نوع من التهديد والضغط على حماس للتراجع أو للوصول إلى نقاط تلاقي لإتمام الصفقة التي بموجبها ستحصل إسرائيل على استعادة مخطوفيها. ولكن ما يحدث في الكواليس هو البديل الإسرائيلي عن اجتياح رفح. هناك تسوية تعد لها واشنطن إقليميا، وهي التفكير باليوم التالي والاعتراف بالدولة الفلسطينية. رأينا كيف أن واشنطن ووزير الخارجية البريطاني أشاروا إلى أنهم قريبون من الذهاب نحو الاعتراف بدولة فلسطينية. هذا الفشل الاستخباراتي والعسكري الإسرائيلي الذي لم يفضي إلى نتائج، وبعرف القراءات العسكرية عندما يعلن الجيش الإسرائيلي هدفين بارزين بالقضاء على حماس واستعادة الأسرى ولا يحقق أي صورة من صور النصر، يعني هذا هزيمة واستسلام. لذلك تحاول إسرائيل استغلال الغطاء الغربي، وخاصة من قبل الولايات المتحدة التي يعني تكرس حق الفيتو لصالح إسرائيل، بالإضافة إلى أنها لم تقطع الجسر الجوي من الإمدادات و المساعدات العسكرية والأسلحة، بالإضافة إلى أن هذه الإدانات يقرأها نتنياهو جيدا بأنها لن تمنعه من الذهاب والمضي قدما نحو ارتكاب المزيد من الجرائم واللافت في العنجهية الإسرائيلية.